وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فعاليات. نتابع الآن تقرير حول حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور الشيخة حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون حفل ختام فعاليات الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام، والتي أقيمت بمشاركة ما يزيد على 140 فيلماً من أكثر من 40 دولة، تنوعت ما بين الأفلام الروائية والوثائقية والتجريبية، والتي جرى عرضها في 4 مواقع من إمارة الشارقة هي سينما سراب المدينة وسينما الحمراء، معهد الشارقة للفنون المسرحية وقاعة إفريقيا. جاء هذا المشروع تتويجاً لجهود مؤسسة الشارقة للفنون التي بدأت منذ عام 2003، وها هم اليوم يحتفلون بخطوتهم الأولى التي شهدتها أرض الشارقة العامرة بالفنون والإبداع، وعبر هذا المناخ الثقافي الخصب الذي يجعلهم يمضون في مشروعهم وهم على يقين بأنه سوف يتبلور ويتنامى بصورة تليق بأهداف وتطلعات المؤسسة كما يليق بصورة ومكانة إمارة الثقافة وسدرة العطاء. خلال حفل الختام تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى، وجرى عرض فيلم تسجيلي لأبرز الأعمال السينمائية المشاركة في الدورة الأولى من منصة الشارقة للأفلام، كما تم تسليط الضوء فيه على الأفلام الفائزة بمنحة المنصة، وهم فيلم ليمون للمخرج عبد الرحمن المدني وفيلم مريم للمخرج محمد الحمادي. دعونا نقوم بالإطلالة على فعاليات الدورة الثانية من منتدى أبو ظبي للنشر تحت عنوان مستقبل النشر الإلكتروني والتقنيات والتحديات، تجارب عالمية في منارة السعديات بأبو ظبي. تنظم دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي منتدى أبو ظبي للنشر في دورته الثانية بعنوان التحول الإلكتروني تحديات وتجارب عالمية. أكثر من 55 متحدث من 28 دولة أتوا اليوم إلى منارة السعديات في أبو ظبي لمناقشة أهم القضايا والتحديات تواجه التحول الإلكتروني. يرافق المنتدى معرض لكبرى الشركات التي تستثمر في صناعة النشر الإلكتروني لعرض منتجاتها، وهناك نخبة من الباحثين والمفكرين يشاركون في منتدى أبو ظبي للنشر في دورته الثانية. هدف المنتدى تسليط الضوء على أهم التحديات والقضايا تواجه النشر الإلكتروني، وتسعى دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي من خلال هذا المؤتمر للإعلان عن مشاريعها في التحول الإلكتروني إن كان في الكتاب الرقمي أو كان في الكتاب المسموع. دورة هذا العام من منتدى أبو ظبي للنشر دورة مميزة لأنها تتناقش موضوع يهم مختلف شرائح المجتمع، تناقش الكتاب الإلكتروني ومستقبل هذا الكتاب الإلكتروني. طبعا هنا في هذا المعرض اليوم فيه أكثر من 55 مشارك من 28 دولة، الفكرة أنهم يناقشون التقنيات الحديثة التي وصلت لهذه الدول المختلفة وأيضا التحديات التي تواجههم، فهي فرصة مناسبة ومهمة حقيقة للجمهور المختص والمعني بالكتاب الإلكتروني والشركات والمعنيين بصناعة الكتاب الإلكتروني لحضور هذا المنتدى ولحضور المعرض.
منتدى أبو ظبي للنشر هذه الدورة الثانية له. في كل دورة يختار موضوع محدد يناقشه، مثلا هذه الدورة عن النشر الإلكتروني، الدورة المقبلة سيكون موضوعها مختلف تماما، ولكن النشر الإلكتروني لأنه حدث الساعة الآن، وأيضا هناك تجارب لابد من إلقاء الضوء عليها، وأيضا تحديات تواجه هذه الصناعة. هناك أيضا أكثر من 4 ورش تعقد في هذا المنتدى، المجموعة من المتخصصين تناقش هذا الجانب بالإضافة إلى المعرض. ننتقل الآن إلى مسرح المجاز الشارقة لنتابع تقرير حول كان عشاق الأغنية الطربية على موعد مع حفل غنائي لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر والمطرب وائل جسار. اليوم في مسرح المجاز نستضيف ألمع النجوم من الوطن العربي الفنان الكبير هاني شاكر وأيضا الفنان وائل جسار. نتمنى أن نقدم ليلة مميزة لجمهور هؤلاء الفنانين. مسرح المجاز مثل ما عودكم يقدم باقة متنوعة في كل عام من فنانين من الوطن العربي وأيضا فنانين من مختلف دول العالم. على المستوى الخليجي نتحدث عن الفنان نبيل شعيل وأيضا من هالي، أيضا هناك فنانين نوال الزغبي و العديد من الفنانين إن شاء الله سوف يكونون معنا في خلال هذا الموسم. نحن في الحقيقة مثل ما عودناكم في كل عام نقدم باقة مميزة لفنانين مميزين. نتمنى إن شاء الله أيضا أن نستمر في هذا المجال، ننظم فعاليات أكثر، ننوع أيضا من خلال استقطاب ثقافات متنوعة من مختلف دول العالم. أيضا هناك فعاليات مهمة سوف يشهدها هذا المسرح إن شاء الله في شهر 4. مثل ما عارفين نحن إمارات الشارقة هي عاصمة الكتاب في هذا العام 2019، وإن شاء الله سوف نشهد فعالية مهمة في هذا المجال إن شاء الله. لي الشرف أن يكون موجود اليوم بالشارقة وبالتحديد على مسرح المجاز يلي كبار الفنانين كانوا متواجدين فيه، وإن شاء الله أكيد بنقدم سهرة مميزة بحضور الناس الطيبين. ما في يقول أنه أنا إلا أني فرحان جدا بوجودي اليوم. الحقيقة كل الحب للإمارات وكل الحب للشارقة وكل الحب للفن اللي أنا شايفه النهاردة والمسرح الرائع اللي أنا سعدت بيه مبارح لما دخلت وشفت عملت بروفا مبارح. كل الفخر والله بجد إن أنا في 2019 تبقى أول حفلة تبقى على مسرح المجاز. عايز أقولك إنه يعني طبعا لقائي بالجمهور في الإمارات أكيد ده بالنسبة لي حدث كبير، لقائي بالجمهور في الشارقة وأنا شايف إنه جمهور متنوع من جميع أنحاء العالم العربي برضو ده مهم جدا بالنسبة لي جدا، ان انا اغني على مسرح بهذا المستوى وبهذه الامكانيات اعتقد ده اضافة لي انا والتاريخ الفني. على صفحة نيلي وقناني صورة لتاريخي ولطالي، على صفحة نيلي وقناني صورة لتاريخي ولطالي. دعونا نقوم بالإطلالة على مهرجان خرفة كان المسرحي الذي أقيم في منطقة الكورنيش بالمدينة الساحلية خرفة كان. طبعا مهرجان الخرفة كان
مسرحي. هاي الدورة السادسة وأنا تقريبا موجودة من 4 سنوات، كل سنة أكون موجودة. أول سنتين كنت ضيفة، لكن السنة والسنة اللي طافت إن تقديم الفقرات اللي موجودة. المهرجان هذا عبارة عن عدة مسرحيات موجودة ما بين المسرح التجاري اللي هو المسرح الكوميدي، المسرح الكشفي، المسرح المدرسي، المسرحيات القصيرة، بالإضافة في النص في فلكلور الشعبي لمعظم الدول. قبل شوي شفنا الفلكلور المصري وفي الأفريقي، وفي بعد بنشوف فعاليات كثير موجودة غير الأكل اللي موجود في كل مكان. طبعاً إحنا كممثلين وجودنا وايد مهم في هذا المهرجان. ليش؟ لأن أغلب اللي قاعدين يمثلون في المسرحيات الموجودة سواء المسرحيات القصيرة أو المدرسية أو الكشفية يستانسون لما نشوف نحن كممثلين موجودين قاعدين نتابع مسرحياتهم، مثل ما إحنا نستانس على الجمهور لما نعرض المسرحيات. فوجودنا أيضاً كنوع من دعم لهم، غير التواصل المباشر بينه وبين الجمهور اللي يستوي من خلال هذا المهرجان. هو يوم في السنة لكن التواصل جداً جميل، وسنوياً يعني الجمهور اللي يكون متواجد على كورنيش خرفكان بالآلاف. فأنا واحدة من الناس بديت مسرح التمثيل، بديت أول شيء مسرحيات بعدين دخلت المسلسلات. كل موسم أو كل سنة المهرجان فيه تطور، المهرجان فيه أشياء حلوة. المهرجان طبعا يجمع فنانين محليين لدولة الإمارات ومن مجلس التعاون الخليجي ومن الوطن العربي، في مسرحيات للأطفال ما شاء الله، وفي للشباب وحتى للكبار. يعني جد مهم النشأ الصغير انه يشوف عن قرب وعن كثب ان الاعمال اللي تستوي سواء كان للاطفال او سواء كان للشباب او سواء كان حتى للكبار، انه ينهل ويشوف الحركه المسرحيه في دوله الامارات. هذا يدعم ويخلي جيل جديد يطلع من خلال الاجيال السابقه. نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله يا رب. مساكم الله بالخير متابعيني، ايش حالكم؟ عساكم مرتاحين. اليوم جايينكم بموضوع مهم. منو موجود في اللايف؟ عيون المها وافديت عيونها. انا الاضافه الجديده في هذه الدوره عندنا الفنون الشعبيه الاماراتيه وعندنا امسيه شعريه الحمد لله اليوم ان شاء الله. ويتضمن هذا المهرجان العديد من الفرق العالميه، منها الفرقه الكوبيه والفرقه المصريه والفرقه الهنديه والفرقه الافريقيه. وتعود أهمية هذا المهرجان اللي هي إلى تنمية المواهب الشابة في المنطقة الشرقية وحث الشباب على الدخول في هذا المجال الثقافي. ما شاء الله إقبال كبير من أهالي خرفكان وأهالي كلبة وأهالي المنطقة الشرقية بشكل عام. تابع الآن تقرير حول بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك لعام 2019 والتي أقيمت فعاليتها في نادي الإمارات للغولف. الجولة الأوروبية اللي هي يوروبيان تور كانت بطولة قائمة من أكثر من 100 سنة، بس كانت ضمن نطاق القارة الأوروبية. في سنة 1989 أول ظهور خارجي لهم خارج أوروبا كان في دبي، في دبي ديزرت كلاسيك، ومن هناك بدأوا يتفتحون أو انفتحوا على الشرق الأوسط، على آسيا. فدبي بالنسبة لهم رأس الرمح كان لدخول الأسواق الجديدة، هي من أهم البطولات عندهم، من أكبر البطولات عندهم، وتقريبا من أوائل البطولات السنوية في الجولة السنوية، يعني هي بطولة دبي. بالنسبة للاعبين يعني عادة معظم اللاعبين العالميين يعني أحسن 10 لاعبة في العالم يشاركون في هالبطولة. من الأسباب اللي يشاركون هي استعداداتهم للسنة، للتسهيلات الموجودة في الإمارات، الملاعب الموجودة، أنهم يجوا قبل مثلاً قبل 2-3 أسابيع يتمرنون بسبب الجو، بسبب الملعب، بسبب التسهيلات الثانية المحتاجين لهم من ناحية السكن والأكل وكل الأشياء. فاللاعبين يجون هنا يحبوا يشاركوا في بطولة مثل بطولة دبي، مثل بطولة أبوظبي ماسترز، لأن هي بداية الموسم واستعداد للموسم، نفس الوقت الظروف تساعدهم كثير.
اليوم عندنا الحمد لله 25 ملعب في دولة الإمارات، من أقدر أقول عندنا 10 أو 15 ملعب من أحسن 200 ملعب في العالم كله، يعني ونادرا ما تحصل في بقعة صغيرة مثل دبي وأبو ظبي مثلا تحصل هالكم العدد من الملاعب من أرقى وأرفع ملاعب يعني موجودة عالميا من ناحية التصميم، لأن أكبر المهندسين هم مصممين من ناحية التسهيلات، والحمد لله الجو يساعدنا كثير خاصة في فصل الشتاء، يعني من ناحية كمواطنين مواطنين اليوم لعب القوف عندنا منتخب قوي يشارك في البطولات خارجية عالمية على مستوى آسيا ومستوى العالم، والحمد لله نتائجنا في تطور من يوم ليوم، واليوم نحن نعتبر من الرواد في العالم العربي شمال أفريقيا والمشرق العربي. تابع مع تقاريرنا لهذه الحلقة، والآن إلى فندق جميرة أبراج الاتحاد بأبوظبي، حيث أقيمت فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر أبوظبي لطب العيون. مؤتمر أبوظبي لطب العيون أدور، وكلمة أدور بالإنجليزي يعني أعشق، وفكرة المؤتمر نبعت من عشق الأطباء لدولة الإمارات تحديداً وللعاصمة الحبيبة أبوظبي. اليوم نجتمع للمرة الثالثة في مؤتمر أبوظبي في نسخته الثالثة بجهود من أطباء إمارة أبوظبي في القطاع الحكومي، اتفقوا على أنهم ينشرون التعليم كعمل تطوعي إيمانا منا بالتطوع ونشر التعليم. مؤتمر أبوظبي لطب العيون ما يميزه أن بني على شعار وفاء وعطاء إخاء وارتقاء، إيمانا منا بالوفاء للوطن والعطاء الممتد لكافة الأخوة. لذلك نستضيف سنويا ما بين ما يقارب 150 طالب أو دارس طب في طب العيون من مختلف دول العالم على نفقة المؤتمر لحضور المؤتمر. بلغ عدد المشاركين هذا العام 730، وكذلك عدد المشاركين من خارج دولة الإمارات كمتحدثين وأساتذة في طب العيون عددهم 20، بالإضافة إلى المتحدثين من داخل الدولة. أن نقدم ورش عمل ومحاكاة وعمليات محاكاة للواقع الافتراضي لتدريب الأطباء على إجراء عمليات أكثر تعقيدا من العمليات المعتادة. أهمية المؤتمر، طبعا هو مؤتمر عيون يختص مينلي بأطباء العيون، فهو يرفع من مستوى أكيد الأطباء عن طريقة متابعة الأبحاث الجديدة، ونشرح نقاط في كل سنة، في كل سنة نختص بمرض معين، فهالسنة اختصصنا بمرض الماء الأزرق والماء الأبيض اللي هو يعتبر السبب الرئيسي للعمى في العالم، وهذا عادة هذا النوع من الأمراض أو أكثر الأمراض جذبا حتى الأطباء العيون هم يحضرونه، فهالسنة عندنا عدد كبير جدا من المحاضرين وعدد كبير جدا من الحضور. بالنسبة للمؤتمر ده في أبو ظبي، الحقيقة ده مؤتمر مستو إن هو متخصص جدا، يعني كان كل سنة بتكرر بشكل معين، السنة دي متكرر على أمراض المياه البيضاء والمياه الزرقاء، أما بيستضيفوا مجموعة من المحاضرين اللي هم لهم باع في الجزء ده، مع التفاعل ما بين الناس اللي بتسمع ووجود المحاضرين، أعتقد ده بيدي فايدة كبيرة لكل الناس. قريباً يمكنكم المشاركة في مؤتمر الاكتشافات العلمية في مجالات علوم الجينوم والأمن الغذائي في جامعة نيويورك أبوظبي، مهرجان أبوظبي للعلوم على كورنيش أبوظبي، أسبوع التصوير غولف فوتو بلس في غولف فوتو بلس السيركل أفينيو دبي، معرض ومؤتمر ميدلاب الدولي في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، قمة
انضمت دول الخليج العربي والمحيط الهندي لمستثمري قطاع الفنادق في فندق بارك حياة أبو ظبي. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.